سيادتك إبراهيم المنصورة بيقول ورد في حديث فضيلة المفتي أكثر من مرة التحذير من شهادة الزور. يبدو أن سيادتك وقفت عند دي أكثر من مرة عشان كده لفت نظر بعض المشاهدين. هذا من حتى من داخل في دائرة هذا السؤال، داخل في دائرة الحلقة نفسها، مظبوط، في أننا حققنا أمنا وطمأنينة نفسية وسلام نفسي مع دواخل الإنسان ومع جوارحه. يعني الطمأنينة التي حصلت في القلب، فأسمر عن ارتباط الجوارح بهذا القلب، ومن ثم لا يليق بالصائم أبدا وهو في حالة الصيام، وهو الآن يعني في حالة عبادة حقيقية سرية بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، أن يكون صائما ممتنعا عن الطعام والشراب، ثم بعد ذلك يذهب إلى دائرة القضاء أو يشهد في أي معاملة، أو يشهد في أي معاملة شهادة زور على غير الحقيقة وعلى غير الواقع. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر هذا الإنسان: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أنت قطعية. الحقيقة أنت متناقض، شخصيتك متناقضة، كيف تدعي أنك صائم ثم في الوقت نفسه تذهب وتشهد شهادة زور على غير الحقيقة وغير الواقع؟ على الإنسان أن يشهد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان مثل الشمس فاشهد. يعني إن كان هذا الأمر الذي تشهد فيه تعلمه كعلمك للشمس في أنها طالعة برؤيتك إياها فاشهد، وإن كان غير ذلك فلا تشهد. وإذا صمت بلا شك يجب عليه أن يصمت ولا يشهد في هذه الحالة. لا ما أقصدش يعني إذا كان لديه شهادة وصمت عنها. الصمت عن الشهادة يعني لا يبادر الإنسان، لأن هذه تهمة أيضا، إنما إذا دعي لأداء الشهادة فيما يتعلق بحقوق العباد من مداينات ومن غير ذلك مما فيه هذه الشهادات العديدة، عليه أن يبادر في هذه الحالة إذا دعي للشهادة، لكن يشهد بالحق عظيم ولا يشهد بالزور حتى لا يفسد صيامه. عظيم، يشهد بالحق ولا يشهد بالزور.